الوصف يعني مردود على أنه وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها. متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج. المخلف غير عن المولف، يعني المخلف اللي هو جايينك من هلك بالوراثة غير عن اللي أنت روحك مسوينه. وهذا المثل طبعا ينضرب للناس اللي لو يينا حق واحد مسؤول عود بس يعني هذا مب من الناس معروفين ويسيء التعامل بين الناس، في واحد يقول له يا أخوي المخلف غير عن المولف، هذا توه مسوينه مب مخلفة عليه القيادة مب مخلف عليه، فيعني يكون ترتيب مبغاوي. لكن لو يتحق واحد وهله مسؤولين وهله ناس كبار وهله، فيوم تي عنده ولا رجال بعد زين وشي قال تطع ما شاء الله مخلف غير عن المولف، مب من هاي اللي توه جاينا الشيء هذا من أصله فيه متأصل فيه هذا الشيء كله. يعني مثلا يدود علماء، هاي لك علماء وهاي لا علماء ويا هو بعد ما شاء الله استوى عالم، فأصبح يعني هذا مخلف مب مولف، يعني هو بي بالفطرة تلقى عنده علم غير، مثل الشعراء شعر غير تلقاه كلام غير مختلف، نفس الشيء غير يوميك رجال أبوه رأس عرب وعياله وهله ويده ويده، فقالوا المخلف غير عن المولف. متوصف ماضي وحاضر ومستشرف.